بالنسبه ليا فقدان عزيز الفضيلي صدمه كبيره ليا، لانه كان صديقي ديال مده 40 سنه الفوق، وصديق جميع الفنانه. عزيز الفضيلي كانسان، انسان خلوق، انسان طيب، انسان سموح اللي كيسمح في حقه. عزيز الفضيلي ولو يتمس بالسوء كتلقى الابتسامه على وجهه، هذا كانسان. اما كفنان فهو مؤسس المسرح الطفل، استاذ ورائد رواد مسرح الطفل، هو مبدع خلاق في الميدان، رجل ديال السينما، رجل ديال التلفزيون، رجل ديال المسرح، اعطى الكثير الكثير. وفقدته الصحه، كنتمنى لوليداته يرزقهم الله تبارك وتعالى الصبر، والحمد لله راه كونهم وقراهم وصلهم فين كان كيتمنى. الله يغفر ليه، الله يرحمه.